للمزيد من المتابعة والتحليل ووضع المشاهد الكريم في ضوء ما يجرى على أرض قطر من مباراة كأس العالم حول مباراة اليوم، هناك ينضم إلينا مباشرة وعبر زوم أمام استاد لوسيل بقطر الزميل محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري. محمود، أهلا بك أولا على شاشة التلفزيون، أرجو لك أن تنقل لنا الأجواء لديك وأهم المباريات التي دارت على استاد لوسيل اليوم. برحب بك أكيد يا مصطفى، برحب بجميع مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، من هنا من العاصمة القطرية الدوحة، تحديدا من المدينة اللوسيل وأمام استاد اللوسيل، إحدى أقوى وأكبر وأجمل الاستادات اللي موجودة هنا في قطر، اللي بيقام عليه حاليا وأنا بكلمك دلوقتي مباراة الأرجنتين والمكسيك، وهي طبعا قمة المباريات النهاردة. عاوزين النهاردة كان في مباريات كتيرة جدا، ولكن اليوم للأسف كان حزين على الجماهير العربية بخسارة للمنتخب التونسي والمنتخب السعودي، مفاجأتين، مش بس خسارة المنتخب التونسي ولكن الأداء السيء اللي كان عليه المنتخب التونسي. مباراة النهاردة كانت في الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة، مباراة كانت ما بين المنتخب التونسي والمنتخب الأسترالي، واللي المفروض كان المباراة كانت في المتناول لمنتخب تونس، خصوصا بعد الأداء الأكثر من هايل اللي عملته تونس في مباراة الدنمارك الأولانية، والدنمارك واحدة من أقوى فرق المجموعة، ولكن الأداء المنتخب التونسي كان سيء جدا جدا، وتلقوا هدف في الشوط الأولاني وخلصت المباراة زي ما خلصت عليها الشوط الأولاني 1-0، وتونس بتفقد شوية الأمل إن هي تروح للدور الثاني، ولو إن تونس النهاردة كان بس لو كانت فازت بالمباراة أو تعادلت كانت ممكن أملها كبيرة جدا جدا في المباراة الجاية، خصوصا إن المباراة الجاية مطالب تونس إن هي تكسب فرنسا مع انتظار نتيجة المواجهة الأخرى من فرق المجموعة. هل نستطيع محمود القول بأن الأمل ما زال موجودا أمام الفرق العربية، سواء الفرقة السعودية أو فرقة تونس أو حتى الفرق الأخرى؟ الأمل لم يفقد بعد حتى هذه اللحظة؟ لا، لحد دلوقتي منتخب تونس لسه عنده أمل، ولكن الأمل بسيطة مصطفى، بسبب أنهم هيلعبوا فرنسا. فرنسا هي دلوقتي المنتخب الوحيد اللي لحد دلوقتي هو اللي اتأهل للدور الثاني من مباريات الجولة الثانية بحصوله على الست نقاط حتى الآن، فطبعا هتبقى مواجهة صعبة جدا مع أبطال العالم، والمنتخب التونسي ما نعرفش هل ساعتها بقى منتخب التونسي مطالب أنه يكسب بأكتر من هدف، وبرضه في انتظار المباراة الأخرى هتكون ما بين أستراليا والدنمارك اللي على أساسها منتخب التونسي هيبقى مطالب أنه يكسب منتخب فرنسا بعدد أهداف كبير. ولكن عاوز أكلمك عن المنتخب السعودي اللي الكل النهاردة كان حزين جدا بسبب المستوى يعني اللي كان عليه منتخب سعودي النهاردة، كان جميل جدا ولكن قبله سوء حظ كبير، وهو سالم الدوسري واحد من أفضل وأحسن اللعيبة اللي موجودة في المنتخب السعودي، واللي أحرز هدف الفوز في مباراة الأرجنتين المباراة الأولانية، ضيع ضربة جزاء في الشوط الأولاني، ومنتخب السعودي أضاع فرص كتيرة جدا 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 قصاد الناحية الثانية منتخب بولندا، ليفاندوفسكي واحد من أفضل الفراودة ومن أفضل رؤوس الحربة اللي موجودة في العالم بيحرز النهاردة هدف الفوز 2-0 في الدقائق الأخيرة عشان تنتهي المباراة. وعاوز أقول لك إن لو كانت السعودية بس تعادلت النهاردة لو تعادلت بس خدت نقطة بالظبط كان الموضوع هيبقى مختلف بشكل كبير جدا. بس ممكن يعني برضو بس محمود ان احنا نشيد باداء المنتخب السعودي في المباراه الاولى امام الارجنتين، والجهد الكبير اللي بوزل والشكل الحضاري اللي ظهرت بيه المباراه والقوه والنديه ما بين كره يعني تلعب من اكثر من 100 سنه في البرازيل او في الارجنتين او في امريكا اللاتينيه وفي منطقتنا العربيه. المنتخب السعودي الكل اشاد بالاداء البطولي اللي عمله فارمر فاتت. خلينا اكلمك تاني واسالك محمود وانت وجودك معانا عن التنظيم وعن الوجود، وان الكأس العالم بينظم في منطقتنا العربية لأول مرة، شعورك ايه وشعور المشاهد والمواطن العربي عندك؟ طبعا كأس العالم يعني قلت في كذا مرة والناس كلها بتتكلم ان كأس العالم في قطر التنظيم حتى الآن أكتر من رائع، ما فيش أي مشاكل خالص، ما سمعناش عن أي مشاكل، كان في حرب كبيرة جدا يعني قطر بتتهاجم بشكل كبير جدا لمجرد ان هي دولة عربية بيقام عليها كأس العالم، ولكن احنا قادرين كعرب ان احنا نعمل كاس عالم قوي جدا جدا. وعاوز اقول لك من الناحيه التنظيميه كل حاجه سهله وكل حاجه متيسره ومفيش اي مشاكل خالص، سواء عن طريق المترو ووسائل المواصلات عن طريق الباصات، في سهوله في كل حاجه، مفيش اي مشاكل خالص تنظيميه ولا اي مشاكل، ولا سمعنا عن حوادث سرقه، وفي سهوله ويسر في الدخول والطلوع من الاستادات.
بيقفلوا دايما محيط الاستاد للسيارات خالص، والوصول دايما بيبقى بالمترو او عن طريق الباصات اللي موفراها الحكومه القطريه وموفرها الفيفا، ففي سهوله كبيره جدا جدا في التنقل من استاد لاستاد. وعاوز اقول لك ان انت ممكن تروح من اخر استاد في الدوحه لاول استاد في الدوحه عن بس عن طريق 45 دقيقه. يعني كاس العالم الوحيد اللي في التاريخ اللي انت ممكن تحضر فيه مباراتين في نفس اليوم هو كاس عالم اللي معمول في قطر. فطبعا التنظيم اكتر من رائع، بنحيي اكيد دولة قطر على هذا التنظيم، وكنا نتمنى طبعا وجود المنتخب المصري بسبب ان في جاليات كتيرة جدا جدا هنا عربية، والجالية المصرية طبعا دايما موجودة في كل مكان، والجالية العربية المصرية هي اكتر جالية موجودة في العرب، يليها طبعا الجالية التونسية، وبرضو المشجعين السعوديين كتروا بشكل كبير. ان شاء الله نبقى موجودين يا محمود مع في كأس العالم في 26. شكرا ليك يا محمود على نقل الصورة كما ينبغي بالشكل المطلوب. شكرا زميلنا مراسل التلفزيون محمود شاكر، شكرا لك جزيل الشكر محمود.